كما شهدت معارض أهل رمضان في محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية ويميش رمضان واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%. وتضم المعارض كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30% عن سعر السوق الخارجي. كما يوجد 21 معارضا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين على مستوى المحافظة.